السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتابع زملائي زميلاتي الكرام في سلسلة ميديكالي كومبرومايز بيشن إن دينتال كلينيك. نتابع في جزء اليوم إن شاء الله ما بدأناه من الحديث عن تدبير مرضى بيضاض الدم أو اللوكيميا في عيادة الأسنان. نحكي اليوم مجموعة من التدابير اللي بتمنك أطباء أسنان للقيام بها سواء قبل أو أثناء أو بعد المعالجة الشعاعية أو الكيميائية لمرضى اللوكيميا. خلونا نبدأ. بالنسبة للتدبير السني لمرضى اللوكيميا نميز بين 3 أطوار في التدبير، سواء قبل البدء بالمعالجة، يعني مرضى اللوكيميا اللي بيزورونا في العيادة وهم لم يبدأوا المعالجة، أو أثناء تلقي معالجة الكيموثيرابي أو الراديشن، أو بعد انتهاء من المعالجة زيارة للعيادة من أجل معالجة أسنان. قبل أن نحكي نحن عن الأطوار المختلفة هي لتدبير الأمراض، خلونا نحكي عن قواعد عامة بتدبير السني عند هؤلاء المرضى بغض النظر عن المرحلة اللي هن فيها أو في طور العلاج. مثل ما حكينا، ينبغي في بداية الأمر تحويل المريض للفحص والمعالجة في حال الشك بوجود لوكيميا عند مرضى لم يتم تشخيصهم سابقا. لازم الحقيقة نكون واعيين للمعلومات اللي بتعلق بالتحاليل الدم عندهم قبل ما نعمل أي إجراء، خصوصا إجراءات جراحية مثل القلع وغيرها. بشكل عام مثل ما شفنا من خلال استعراضنا بالمحاضرة، هؤلاء المرضى عندهم ميل للنزف وعندهم أيضا ميل لحدوث إنتان. بدنا ننتبه أيضا أنه المرضى اللوكيميا بشكل عام في حال تشخيصهم وزارونا، بغض النظر عن الإجراءات اللي نحكي عن تدابير السنية الخاصة في مرضهم، لازم نركز كتير على مواضيع الوقاية بالنسبة لهم، لأنه مثل ما شفنا وحنشوف هناك كثير من التدابير اللي تتعلق بعلاجهم. فالأولى والأجدى هو الحقيقة أنه يكون هناك وقاية، وبالتالي تجنب الحاجة للمعالجات السنية. حنشوف مثلا أنه من الإجراءات المطلوبة لدى هؤلاء المرضى باستمرار هي تطبيق الفلورايد الموضعي، الفيشر سيلانت بالنسبة للأطفال. نحاول نعزز أو نحفز المرضى على أنه يتبعوا حميات غذائية فيها أطعمة خالية من السكر، أو بشكل عام ما تؤدي لزيادة في معدل النخور السنية. أيضا بدنا دائما أعطيهم تعليمات مستمرة لطريقة التفريش الصحيحة دائلهم والأقارب. حتى مهم أنه نعرف أنه الأنتيبيوتيك بروفلاكسيز عند هدول المرضى نحتاجه دوما قبل الجراحة لمنع مثل ما شفنا الانفكشن اللي بيبقى معدل حدوثه أعلى عند هؤلاء المرضى. بالنسبة للموديفيكيشن اللي نحن بنتطلب أنه نعملها لهؤلاء المرضى قبل بداية المعالجة الكيميائية عندهم، بشكل عام المبدأ الأول، النقطة الأولى، هي أهمية إشراك الأطباء الأسنان في جدولة المعالجة لدى مريض اللوكيميا. ضروري أنه يكون هناك دائما تعاون مع طبيب الأسنان، بحيث أنه طبيب الأسنان يتدخل على الأسنان قبل بدء المعالجة الكيميائية، لأنه راح نشوف فيما بعد الاختلاطات اللي بتسبب هذه المعالجة بتجعل الحقيقة نطاق عملنا أضيق، إمكانية إجراء معالجات بالشكل المطلوب أيضا أقل. المفروض أنه نحن دائما قبل ما تبدأ المعالجة الكيميائية نعمل فحص واسع وشامل للأسنان وللمخاطية الفموية للأورال ميكوزا، لأنه ضروري الحقيقة من هاي المرحلة أنه نكتشف أي نخور أي آفات ونعالجها في هاي المرحلة. أهم شيء نحن كخطوة أولى أنه نحن في حال وجود أي آفات حادة، وجود أي مشاكل تسبب الإنتان، أنه نحن نتعامل معها بشكل فوري وبشكل جدي، إزالة أي سبب للخراج، أو في حال مثلا حتى لو في عندي تروما بسبب سن غير بازغ بشكل جيد، بسبب حافة حشوة شائزة أو غيرها. فهي الأمور مهمة جدا بهي المرحلة أنه نحن نتدبرها. بشكل عام المعالجات غير الإسعافية ممكن الحقيقة تأجيلها لحين أنه نحن نشوف أنه المريض تقريبا بدأ يتحسن، سواء من خلال العلامات المخبرية أو من خلال العلامات السريرية. وضروري جدا مثل ما قلنا بهي المرحلة أنه نحن يكون عندنا توعية للمريض لأهمية الصحة الفموية وإجراءات الصحة الفموية الوقائية، وهذا الأمر الحقيقة بيشمل كل مراحل أطوار مرضى اللوكيميا سواء قبل أو أثناء أو بعد المعالجة الكيماوية. بشكل عام الأسنان اللي فيها بوكيت تقريبا بعمق أكثر من 5 ملم اللي هو يعتبر الحد بين المعالجة المحافظة والجراحية في بالنسبة للبريودونتيست، نحن في حال كانوا أكثر من 5 فيجب بهالحالة أنه نقلع هي الأسنان. حتى الأسنان اللي تكرر حصول إنفكشنز فيها، خصوصا مع المرضى اللي بنلاحظ أنه هم غير مهتمين بالصحة الفموية، فهدوني الأفضل قلع السن عندهم. وهذا يشمل الحقيقة حتى الامباكتد مولرز، الأرحاء المنطمرة أو المنحصرة أو أي سن الحقيقة عندنا شك حول البروغنوزز تبعه.
لما نحن بنقرر القلع لازم يكون هناك ترتيب مع الاخصائي اللي حيقوم بالمعالجه الكيماويه له، انه نحن نعمل القلع قبل 3 اسابيع وحد ادنى 10 ايام قبل بدء المعالجه الشعاعيه والكيماويه للمريض، وبدنا ننتبه لتجنب انه ندك اي عوامل مضاده للنزيف اللي حكيناها في محاضرات سابقه كالجلفوم وغيرها، ممنوع انه نحن نحطها في السوكت لانه بتاخر للشفاء. في حال كان تعداد الصفيحات اقل من 50,000 فالحقيقه لازم نعمل اجراء نقل دم قبل اجراءات القلع. في حال كان المرضى عندهم اكيوت فيس للوكيميا هم في الطور الحاد، فالحقيقه ضروري انه نحن نستعجل في معالجه الاسنان عندهم قبل انه المريض يدخل في كومبليكيشن نيوتروبينيا قله العدلات او قله النيوتروفيلز، لانه الحقيقه هذا بيخليهم مؤهبين بشكل عالي جدا لحصول انفكشن. ضروري انه نحن ننتهي من معالجات الاسنان جميعا قبل بدء المعالجه الكيميائيه وحدوث نقص العدلات او النيوتروبينيا. بشكل عام نحن كمرضى نيوتروبينيا المفروض انه نحن ما نشتغل معهم لو كان عندهم تعداد اقل من 2000 للكريات البيض، ولو كان تعداد العدلات اقل من 500,000 بهيك حاله ضروري انه نعمل انتي بايوتيك بروفلاكتيك بالطرق اللي حكيتها قبل، نعطي تقريبا 2 جرام قبل ساعه من الاجراء الجراحي، ولا مانع من انه حتى نتابع الكورس لمده اسبوع. بالنسبه لخطه المعالجه والموديفيكيشن اللي بيتطلبه المريض خلال المعالجه الكيميائيه، يفضل حقيقه تجنب المعالجه في هذه المرحله، لكن فيما لو المريض راجعنا بسبب وجود الم، بسبب وجود حاله تتطلب التداخل، فخلينا اول شيء نحكي انه شو الخصوصيه اللي بتتضمنها المرحله هي، وشو المشاكل اللي ممكن يعاني المريض خلال المعالجه الكيماويه. النقطة الأولى اللي لازم نحن ننتبه لها إنه أي إجراء الحقيقة أو أي موعد لازم جدولته للمريض اللوكيميا في عيادة الأسنان لازم يراعي إنه يكون عندي على الأقل البلاد كاونت أو CBC رجع تقريبا لقيمه الطبيعية. نطلب من المرضى طبعا بشكل عام استخدام المحاليل أو المضامد الفموية المعقمة. ننتبه إنه المضامد الفموية اللي حاوية على الكحول يجب إنه نحن نبتعد عنها، أيضا المحاليل اللي حاوية على البيروكسيد بهاي الفترة ما لازم نستخدمها لأنه ممكن الحقيقة تزود إحساس الحرقة أو الريتيشن وأيضا الشعور بجفاف الفم اللي هو أصلا كومبليكيشن مع هؤلاء المرضى بسبب الكيموثيرابي. أيضا في حال إنه نحن نأخذ مضامد فموية كبروفلاكتيك يوز ممكن نستخدم الكلورهكسيدين. شو الكومبليكيشنز اللي ممكن نشوف عند هؤلاء المرضى بشكل خاصة أثناء الكيموثيرابي؟ ممكن يحدث كوسايتس بيبدأ تقريبا بعد 10 أيام من بدء الكيموثيرابي. بنشوف أنه مخاطيات الغير متقرنة يعني مثل الشفاه مثل الخدين بتصير حمراء متوزمة ومتقرحة. طبعا هناك مجموعة من الكومبليكيشنز رح أحكي عنها في نهاية المحاضرة للأهمية، لكن هي فينا نعتبرها قواعد عامة تحكم هي المرحلة من العلاج عند مرضى اللوكيميا. بعد تلقي المعالجة الكيماوية وبعد الشفاء ممكن الحقيقة المرضى يعتبروا ملائمين للمعالجة السنية بكل أنواعها في حال كانوا القيم اللي تتعلق بصورة الدم وأيضا العلامات السريرية وغيرها تلاشت، فممكن الحقيقة أنه ياخدوا أو يتلقوا المعالجة السنية بشكل معتاد. بشكل عام لما نحن بنعمل إجراء جراحي حتى لو كان على مستوى تنظيف الأسنان أو سكيلينج وبوليشينج، فنحن مهم نعمل تعداد للصفيحات لانه مثل ما شفنا ممكن يحصل ثرومبوسايتوبينيا، ممكن نعمل حتى بليدنج تايم لناخذ فكره عن زمن النزيف عند هؤلاء المرضى وبنعمله في نفس يوم العمل الجراحي. في حال طبعا النتائج ما كانت متناسبه مع او جيده فممكن تاجيل العمل الجراحي. في حال كان مرضى اللوكيميا لا يزالوا تحت تاثير المرض، لا يزال عندهم اعراض، فهون لابد الحقيقه بالتنسيق مع الطبيب المختص لمعرفه وضع الراهن للمريض، وممكن حتى نطلع على التحاليل الدمويه نشوف الهيموغلوبين، نشوف الكريات البيض، نشوف تعداد الصفيحات، واهميه الحقيقه العنايه الدوريه متابعه الاجراءات الصحفيه والوقائيه. هلا اللي بدي اقوله في حال مريض جانا عنده اعراض حاده تحتاج تداخل جراحي، تحتاج درينج او اكستراكشن، فالحقيقه تعداد الصفيحات اللي حنعمله بوجهنا بشكل التالي: لو كان التعداد اكثر من 50,000 فممكن اجراء المعالجه، لو اقل فممكن نعمل اجراءات بسيطه كحشوه وغيرها لكن نبتعد عن اجراءات جراحيه، لو كان تعداد الصفيحات اقل من 40,000 فهون لا يمكن اجراء اي اجراء جراحي او سني الا بعد تعويض الصفيحات من خلال عمليه نقل دم. طبعا بدنا ننتبه دائما عند هؤلاء المرضى نعمل انتيبيوتيك بروفلاكسيس للاعتبارات اللي حكيناها بالنسبه لهؤلاء المرضى، خصوصا اذا كان النيوتروبينيا مشخصه لديهم. بالنسبه في حال المريض راجعنا باختلاط فموي محتاج عنايه سنيه طارئه، فضروري بالنسبه لمعالجه الالسرز اللي بنشوف عند هؤلاء المرضى نستخدم الانتيبيوتيك
نستخدم مضامات فمويه بنفس الطريقه اللي حكيناها، نبتعد عن المحاليل الفمويه اللي تحتوي على الكحول، ممكن استخدام الكلورهيدرين، ممكن استخدام البينادريل اللي هو يعتبر انتي هيستامين سوليوشن، ممكن ايضا استخدام بعض المعالجات المغطفه مثل الميبو مثل الاورال بيس في حال وجود افات فطريه، ممكن استخدام الفلوكونازول او غيره. الحقيقه معالجه الافات الفطريه والقرحه بشكل عام راح اخصص لها ان شاء الله محاضره مستقله فيما بعد، لكن احنا ممكن الان نحكي في اطار عام. بالنسبه للكومبليكيشنز اللي ممكن نشوفها مع هؤلاء المرضى واللي الحقيقه بتحتاج تدخل طبيب الاسنان وتعامله معها، هي اكثر من نشاهدها الحقيقه خلال المعالج الكيموثيرابي. حنشوف انه المرضى هذول يكون عندهم بليدنج بسبب الثرومبوسايتوبينيا، بيكون عندهم ميكوسايتس بسبب النيتروبينيا وبسبب المعالجه الكيميائيه ايضا، وعندهم نيوتروبينيا ككومبليكيشن للمرض وايضا بسبب المعالجه الكيماويه. بالنسبة للبليدينج الحقيقة رح نشوف أن هؤلاء المرضى بيكون عندهم نزوف عفوية تحت اللثة حول الأسنان، ممكن تنتج عن أقل رطب، يعني حتى عملية عض لسان بسيط ممكن تسبب نزيف متطاول. ممكن بشكل عام المرضى يشتكوا من نزوف عفوية متفاوتة الشدة، فهؤلاء المرضى بالنسبة لو حصل نزيف أثناء العلاج في العيادة فبنستخدم كولاجين موضعي مشرب بالترومبين. حكيت عن وسائل إيقاف النزيف في محاضرة سابقة، ممكن الرجوع لها حتظهر لكم في أعلى الشاشة، أو ممكن الحقيقة نستخدم مضامد تحوي مضادات حل الخثرة مثل الترانزاميك أسيد، أيضا حكيت عنها في نفس المحاضرة. بدنا ننتبه كمان أنه هؤلاء المرضى ممكن يصير عندهم تأثر في نمو الفكين، في بزوغ الأسنان، في حتى الإطباق، وممكن يكون في عندهم هايبرتروفيا على مستوى الجنجيفا. أعتقد أنه مظهر فرط التصنع اللثوي عند المرضى الإيضاد للمظاهر اللي مميزة ومعروفة. بالنسبة للميوكوسايتس، الميوكوسايتس ممكن بسبب معالجة كيميائية تتأثر المخاطية الفم، خصوصا الحقيقة مع معالجة الليمفومات وهي محاضرة رح نحكي عنها لاحقا. الحقيقة أنه هاي الآفات مؤلمة جدا، تبدأ تقريبا بعد أسبوع أو أسبوعين من تلقي المعالجة الكيميائية، وبتسبب تقرح وألم واحمرار في المخاطية. الطريقة الأفضل للتعامل معها هي استخدام محاليل مضادة للهستامين مثل البنزيدامين، ممكن استخدام الميبو لحماية سطح التقرحات من التخريش، ممكن استخدام الأورابيس. يعني هذا الأمر راح أفصله بشكل مفصل لما أحكي عن تدبير السرطانات الفموية في عيادة الأسنان. بالنسبة للنيوتروبينيا ممكن تحدث كاختلاط مع بيضات دم أو ممكن كنتيجة للمعالجة الكيميائية. الحقيقة ننتبه هدول المرضى ما عندهم الحقيقة الاستجابة الطبيعية الوقائية باتجاه جراثيم، فدائما ممكن يكون مؤهبين لحدوث التهاب لثوي، ممكن لحدوث قرحات، وبننتبه في حال الموضوع كان كرونيك ممكن يؤدي الحقيقة لحدوث تقلقل في الأسنان، ممكن تهدم شديد للأربطة للليجامنت، وممكن حتى عند هؤلاء المرضى نشوف فقدان للأتاتشي الجنجيفا. مهم جدا نطبق الإجراءات الصحة الفموية العالية ونعمل معالجة حول سنية خلال السكيلينج من خلال الكيوريتاج، طبعا مع أخذ بالعين الاعتبار كل ما ذكرته سواء من ناحية ضبط المريض، ضبط واختفاء العلامات الأساسية اللي أو الكومبليكيشن الأساسية اللي ممكن تتعارض مع إجراء جراحي. بدنا ننتبه أنه مرضى اللوكيميا بخصوصا الأكيوت وخصوصا في مراحل متدهورة من المرض ممكن يكون عندهم الحقيقة اختلاط خطير، خصوصا إذا كان مستأصل لديهم طحال نيتروبينيا عندهم، بتسبب أنه تقريبا تلاشي رد الفعل المناعي، فممكن المريض يزورنا وما عنده أي أعراض التهابية، لكن الحقيقة مجرد أي تداخل على اللثة قد يؤدي إلى إنتان شديد وخطير. بدنا ننتبه مع هؤلاء المرضى لما نجي نعالجهم من الالتهابات اللثوية أو غيرها أنه نستخدم البنسلين كخط أول في المعالجة بالمضادات الحيوية، لكن هؤلاء المرضى عادة بيكون عندهم شيفت في الإيكولوجي أوف بكتيريا، ممكن نشوف عندهم أنواع جرثومية غير معتادة في الأسنان كالإشريشيا كولاي مثلا، فضروري نحن نبدأ بالبنسلين كخط أول ونعمل كالتشر، بنعمل زرع لحين بنستمر على البنسلين لحين ظهور نتيجة الزرع، ومن ثم اعطاء المضاد الحيوي الاكثر ملائمة، لانه بصراحة في هاي المرحلة التعامل مع التهاب اللثوي بشكل معتاد يحمل اختلاطات خطيرة. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم، اتمنى انه كانت المحاضرة مفيدة. الحقيقة هناك كثير من التفصيلات والمعلومات اللي تخص مرضى السرطانات بشكل عام، ممكن الحقيقة أتوسع أكثر فيها حتى من خلال بروتوكول المعالجة بالتفصيل لاحقا من خلال الكلام أو الحديث عن مرضى السرطانات بشكل عام. حاولت من محاضرة اليوم بس حط خطوة عامة في التدابير والوقاية والعلاج بالنسبة لمرضى اللوكيميا. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.